على درجة عمل إنسان. ثاني قضية يعني رفعت من وعي هي قضية أحداث حماة سنة 82، بس كانت القاسمة الأولى كانت صبرا وشتيلة. جه بعد كده هو المجاعة في أفريقيا في القرن الأفريقي اللي هي في 1983. احنا لقينا ان احنا لابد يكون لنا دور. فانا اتعزمت على ان انا اروح احضر لقاء للجمعيه التنميه الاسلاميه في السودان. وكان التلفزيون او الاعلام الغربي عامه بيبرز القضيه دي عنهم ايه ناس من المسيحيين الافارقه اللي كذا كذا كذا. فلما رحت هناك السودان احد الشباب اللي شغالين في وكان في قريه اسمها الاغاثه اداني بعض الصور قال ده في مسلمين ومسيحيين واحنا لابد ايه نقوم بدور تجاه هؤلاء. ذهبت للسودان بلا وعي بلا فكر بلا رؤيه بلا هدف الا ان احضر ايه الاجتماع بتاع الجمعيه التنميه الاسلاميه. خرجت بحبه صور فقط حبه صور. وقفت في القاهره ترانزيت قابلت بابا وبابا كان لسه عايش العيله يعني جمعت منهم 1500 جنيه مصري في الوقت ده. لمين؟ انا اسمر واحد في اخواتي وقرايبي اللي هي ناس اختي زيك كده بيضه من البيض اللي هم زيك انت كده هي اخت من اخواتي كده بالظبط ولكن الباقيين زيك شكلهم مصري. المهم قال لي خلاص خد الفلوس دي لقرايبك اللي هي الافارقه لان انت يعني مش مننا انت معاك بالك. فكان زي دايما بيهزروا معايا وانا صغير واحنا لقيناك على باب الجامع وبالك وخدنا كده كده كنت انا اسمر قوي وانا صغير الحمد لله وده بعد التحسينات يعني وعملت سكين ترانسبلانت والحاجات دي كلها الى اخره. ورجعت قلنا نعمل ايه قعدت انا واحد من اصدقائي كان هو بيدرس الدكتوراه في الكيمياء فلسطيني هو او عراقي من اصل فلسطيني وانا قعدنا مع بعض احنا الاثنين قلنا خلاص نكلم الناس يمين شمال او لا افغانستان كان موجود ومش شغال في افغانستان واحنا هنشتغل للمجاعه في افريقيا. رحنا عملت اول حاجه ايه خطبه جمعه عملناها في الجمعيه الاسلاميه في جامعه برمنغهام جامعه اسفن جمعنا كمان 500 جنيه استرليني على 1500 جنيه مصري. رحت البنك اسمه ناشونال ويست مينستر في برمنغهام حطيت البتاع ده الفلوس دي وده كان اول حساب نضعه في 17 يناير 1984. واضحة ده كان لنا دين ولا لنا فكر ولا أي حاجة. في ناس بقى عايزين ينسبونا ويذيلونا ويقطرونا اللي يدي بتاعك هكذا بدأ. إحسان وأنا كنا بنلف بقى هو كان أمين المال هو راجل الرضا فيه تبص على وشه تجد الرضا والقناعة والتواضع والخلق تبص على وشه تجد الحاجات التانية كلها اي كلام في اي مكان في اي زمان يطلع مين يطلع عن البلد. لكن احسان كان غير كده. فنجاح الاغاثه الاسلاميه من اول فقره كان عشان احسان وزوجته ومنور فلسطيني وفلسطينيه. فكنا بنمشي ازاي بقى؟ من حاره لحاره من دكان لدكان من بيت لبيت. كنت انا بدرس دكتوراه في الطب هو كان بيدرس دكتوراه في ايه؟ في الكيمياء. هو نجح وخد الدكتوراه بتاعته وانا نجحت وخد الدكتوراه بتاعتي. كان زوجتي بتكتب على الاله الكبه فاكرين الاله الكبه والكلام اللي انا عايز اقوله وحسين عايز اقوله وانا اوزعه بقى على ايه؟ على المحلات وعلى كذا وعلى كذا. ما كانش عندنا مكتب. ما كانش عندنا ميزانيه. ما كانش عندنا وجاهه ولا شخصيات مرموقه ولا 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 خالص. اول مكتب عملناه كان يعني زي ما بتقول ايه؟ محفظة كده تحط فيها الأوراق بتاعت سنة إيه 84 85 وأنسر ماشيين على التليفون في غرفة مشتركين فيها مع إيه مع الغرفة التانية لما زهقوا مننا ادونا الغرفة اللي جنبهم لما دخلنا في غرفة جنبهم دي كان ساكنها ناس أو مخلوقات مش ناس منهم الفئران كان دايما اللي يناموا في الأوضة دي معاهم العصاية لما يحسوا حاجة بتنط يضربوا في الضربة ده هكذا بدأنا كان بقى ساعات الفرن تكرمهم وتنقط عليهم حاجات وهكذا الى اخره. فدي كانت اول غرفه في سنه 86 3 متر في 3 متر
اللي خرجت منها الاغاثه الاسلاميه ده كان في لها فاكس ساعتها، في ما كانش لسه فاكس ده، ما كانش في تيلكس ولا تليفون ولا كمبيوتر. كان فادي اسكندريه ده يقعد يكتب المداخيل 5 جنيه على دولار. كنا احنا بنعمل كمبيوترايزيشن، مانوال كمبيوترايزيشن، معناه ايه؟ كل دخل من كل مدينه لكل مشروع. فعلشان يجمع المواضيع دي بتاعت الاضاحي او رمضان يقعد 6 7 اسابيع بعد رمضان عشان يحلل. دفع البراءه ب 5 جنيه من مانشستر، 10 جنيه من مانشستر، 20 جنيه وهكذا. كله بالك هكذا بدأنا. بالك فاول ما جبنا الكمبيوتر في 86 87 كنا بنصور جنبه. انا كنت بقف جنب الكمبيوتر كده اخد صوره. لا كان في لا تليفون موبايل ولا انترنت ولا انتربت ولا انترنت ولا سيلف ولا كولف ولا اي حاجه ولا فاكس. الفاكس دخلناه في 89 او 90. تخش تدخل بقره من هنا تخرج سجق من الناحيه الثانيه. بس تسيب الديل ورا. هكذا بدأنا. جبنا بريطانيا بالطول وبالعرض. عندنا رحله في رمضان حاجه اسمها كارافان تور. اول يوم في رمضان لاخر ساعات او يوم 28 رمضان. كانت زوجتنا خاصه زوجتنا يعني ربنا يكرمها ما كانتش تشوفني. من اول يوم كل يوم في مدينه، في كل مدينه كان على كذا حي. يا رب نرجع تاني كنا بنبيت في الجوامع بنوقف على الاوراق على الايه البيوت. كنا دكاتره خلي بالكم وموظفين في الحكومه البريطانيه، يعني عندنا حيثيه مش عندنا وجاهه شخصيه، عندنا حيثيه مجتمعيه. عشان كده المجتمع العمالي المسلم اللي كان موجود يعني ايه كسرت عنده النقطه دي، لان هو اعوذ بالله مش هنجم كذا وكذا احنا بنعمله، فقال لك لا نساعدهم. اغلب اللي ساعدونا هم العمال اليمنيين والباكستانيين الى اخره. انا محسن دكتور معقوله بيمشي يوزع الحاجه في الشوارع؟ دكاتره لانه عندهم دكتور يعني زي لورد. دي البدايه. خدت مننا اول 5 سنوات. بعد ما انتهينا من اوراق التسجيل بدانا نبص في الخريطه بتاعت الدنيا. كنت لما بسافر بشوف خريطه العالم وعالم على كل مدينه عايزين نفتح فيها مكتب. وفتحنا المكاتب من الصين في مكتب دلوقتي، للوس انجلوس في مكتب، لاندونيسيا في مكتب، لجنوب افريقيا في مكتب. إذا كانت رؤياك موصولة بيقين فيما يقدره الله لك فتح الله بها عليك. في مكاتب اتقفلت مفيش ميزانيات، لكن الحلم تحقق في وجودنا. خرجنا من ال 5000 وال 10000 دولار إلى 250 مليون دولار في 34 سنة، إلى 40 مكتب، إلى نظريات، إلى سياسات، إلى قوانين، إلى تقدير، إلى 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 ها؟ هجمنا كتير جدا. أنا اسمي شبهة. اسمي جميل كده، اسمي زي عبد الحليم حافظ كده وعمر الشريف ونور الشريف، ناس حلوة كده. بس إيه مش من عيلة الشريف أنا، أنا من عيلة إيه؟ ده اللي بعده إيه؟ في العصر اللي إحنا عايشين فيه ده ما ينفعش. المهم جت مرحله من المراحل انا زي ما تقول ايه اعوذ بالله مش كده، حسيت ان الدور بتاع الشخص المؤسس انتهى، لابد يعمل حاجه ثانيه خارج المؤسسه. وبدانا نعمل المنتدى الانساني، المنتدى الخيري الاسلامي، وبيت الزكاه، وكنا عندنا مؤسسه للايدز اسمها اتش اي في ايدز. قفلناها لان الجمعيات الاسلاميه ما استوعبتش انها تدعم مؤسسه تضع وجهه نظر المسلمين في كيف نحارب مرض الايدز. المؤسسات لسه موجوده دلوقتي، كان ميزانيه المؤسسه بتاعت بعد ايدز دي يمكن مثلا 70 80000 جنيه في السنه. ما عرفناش نجيب الدعم، فوقفناها بعد 7 8 سنين. هكذا الدور الجديد اللي كنا بنقوم بيه. لذلك في المراحل اللي قادمه ما تقوموش بنفس الدور اللي عملتوه امبارح. طوروا طوروا طوروا.
الإغاثة راحة نفسية، لكن التطوير والبناء والمناصرة والبحوث ووضع النظريات والقوانين شيء آخر لابد أن يستثمر فيه. بناء الأجيال شيء ثالث ورابع وخامس. تمكين الشباب والشابات شيء سادس وسابع وثامن. دوركم أنتم في بناء الوطن شيء تاسع وعشر وحداشر. شوف الحرب طالع إزاي؟ طالع من 500 جنيه ولا 1000 جنيه لمئات الملايين المليارات. نحن لا نمثل، مفيش ضحك، مفيش حاجه، في جديه. حاليا احنا بدينا في الضلمه، كنا نبص لصوابعنا عشان نشوف فيها النور بفضل الله سبحانه وتعالى. دلوقتي كل واحد فيكم عنده على الاقل بطاريه يشوف بيها او مصباح يمشي بيه. فعليكم ان تنجزوا ما لم ننجزه، واخطر حاجه فيها هو التواضع ومعالجة حظ النفس وعدم تقسيم المجتمع من الداخل. لملمة الشم والاحترام والصبر على الثمرة. الثمرة ما بتطلعش من عشية وضحاها، طلعت شجرة المانجا 5 سنين، النخلة 4 5 سنين، المرأة لما بتحمل 9 أشهر. من هزر امبارح قلت لهم طب انا كنت وانا صغير عايز اتجوز واحدة جاهزة. بقول لاخواتي جدا هاتوا لي واحده حامل عشان ايه ما تعبش يدخل الولد على طول. تتجوز واحده كده ممكن. تضحك ليه؟ ارجع لورا. حتى في دين ابنك لما بيخرج للدنيا بتدخليه الجامعه على طول ياخد 20 سنه. اشمعنى بنستثمر في انفسنا ولا نستثمر في المجتمع؟ 20 سنة عشان يطلع ولد أو بنت تخرج من الجامعة. مش عايزين نعدي وقت عشان نطور في المجتمع ونصبر. المسلم الذي يصبر الذي يخالط الناس واصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط ولا يصبر على أذاهم. ده معنى حديث الرسول الصحابة. فده في عجالة مسيرة 35 سنة. وبحمد الله سبحانه وتعالى أن كتير جدا من أبناء الإغاثة أصبحوا رواد في أماكن مختلفة جدا في العالم. مش حسب الأسماء. فلذلك على كل منكم وكل من كنا أن ترى القيادة في الجيل الذي بعدها وهي أو هو ما زال يعمل أما أن أنا شجيع السيم واقف عن واحد كده لا، أسيب الكرسي لمن بعده. خلاص يا رجالة، خلاص يا أخوات. امشي فين فين؟ لا انت هسالي بقى، انا عندي ورشه ثانيه. تقعد بقى. انتوا اسستوا من 35 سنه مبادره فرديه اصبحت عالميه، وتم ما شاء الله تهيئه قيادات شابه، والان الاغاثه الاسلاميه تدار من قبل ناس متخصصه في عده مجالات. طيب خلال ال 35 سنه ما هي النصيحه اللي تعطيها الناس او الفرق التطوعيه او الناس اللي تاسس جمعيات او الجمعيات اللي ودها توصل للعالميه، بحيث انها يعني تنزلها على ارض الواقع، سواء ان هي جمعيه سوريه او محاربه ينتقلون الى يعني خارج خطر النطاق السوري؟ اول حاجه معرفه تكوين المجتمع للارض اللي هم عايشين فيها والارض هيعملوا فيها. لازم يعرفوها تكوين المجتمع. انا في الكويت، انا في مصر، انا في العراق، اعرف انا بشتغل، لان القاعده اللي واقف عليها دي هي اهم شيء. هطلع لي المتطوعين، هطلع لي المبدعين، هطلع لي القاده. ازاي نكتسب هؤلاء الناس عشان الشجره بتاعتي تثمر في وطن بعد كده؟ ما تدخلش على اي مكان في العالم الا اذا عرفت تكوين المجتمع وابعاد القضيه اللي فيها، سياسيا وامنيا واجتماعيا وثقافيا ومهنيا دينيا الى اخره الى اخره. ليه؟ لان احنا لما ما ينفعش نطلع على اي مجتمع بالباراشوت. واهتم بالشباب من اول يوم، 90% من بنوا الاغاثه الاسلاميه من 84 الى اول التسعينات كانوا الثانويه والجامعه. شباب الثانويه
والجامعة، كان المتطوعين أقصى ما ياخدوه مننا حبة بطاطس بالليل ويمكن نص صباع كفتة أو نص سمكاية. كانوا يقعدوا للساعة 11-12 بالليل يشتغلوا. الشباب الذي بنى الإغاثة الإسلامية في أول 10 سنوات هم الشباب. لابد أن تستوعب معنى الشباب، تستوعب طاقة الشباب، تستوعب فكر الشباب، وتحنو عليهم كما تحنو على أبنائك وبناتك. دي النصيحة بالنسبة لي. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أراكم غدا.